Jeep. Abonnez, partagez. الجاود قبل له الجاود قبل ده الزمر جرى الزمر قلبي راس الله ولاد القبل خلي لكم سيريا عبد علاج من شي بخاريا ولو الحجز معي بكريا ناولا بقى تعرفوا سيدنا الاولين اش قالوا قال وليدي كل ديال كل سوق وطرنا الدراري اللي دام في السوق حيت غدا ولا بعدو والله خايبك غا قدامك والله ما تقدر تمسو كتفهموا اش قلت لكم وقالوا سيادنا الاولين كل ديالك كرم عيالك نقي خيالك واللي يبقى تراك الى ماشي ديالك راه عليا القحبه قال لك هذيك الاوراق ماشي ديالو انا تا هو راه القحبه شوفوا المعنى كي دايره انت لما شدينا بعضياتنا وضحكنا بعضياتنا هاد الحلقه كتسمع زيرو قرب قرب حدا ايه قرب اخويا قرب مرحبا بك زي جاد وقاد سير لا سير 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 لا الاخرى ماشي انت يا سيرو كاين شي عيالات كيشوفوا لي تسحبهم فقيه كتقول راجل بلادي سمع هاد الفقيه اش تيقول اشين يا لالا ما فقيه ما قلاوي ما والو انا اشين والله الا كنت كاع بين يكون فقيه بنيتي وانا دوري تخاف تعيطوا للفقيه فحاش بخاطر ضربوا جل عيطوا للفقيه باش انا نقرا عليه خرج منه يدخل في كريانة اللهم ضرب ديال امك جل الله يزيدك عفريت ولا القحاب ما شي واحد عيط الفقيه غسلو وعيط علي انا غسلك الله لقى امك باقي ها الله لقاوني لا الله الله الا كاع حشروني نقول لهم لا راه ضروري تنقى لي مشرى الماء داخل كاين القحبة تيضحى عرفتي المشرى دابا الله وين القحبة بان لي المشرى كاين والله عفو عليك ديالك هذاك الموتور ياك ما بغيت تمشي ملي تكون غادي يقول هادي النوضو وانت ركب عليه غير الموتور راه عندي لاقي راه غير موتور هادو هاد القحاب هاد النكته راه هكا واقع مصيبه والله الا واحد يمشي عليه الموتور في دارهم ويمشي عند البوليس كاين داك لاري قالوا لي البوليس غتقولي لنا شكون يدالك هاد الموتور اوف من شكيتي قالوا سعد الكوميسير انا في الحقيقه ديال الله شكيت غير في الوالده والوالد قالوا باش عرفتي الوالده والوالد هما يدوا لك هاد الموتور قالوا انا لعس البارح بالليل قاعد مع الوالده تا قالت الوالد انت نوضو ولا نركب عليك راه ما كيهضرو على الترامواي وين القحبة راه تيهضرو على الترامواي واحد اخر تاني مالو واه ضحك معاك الرجل شوف واش تديرو هاد القلاوية باش نضحكو عرفتي هاد الغلط وهاد المشاكل هي باش نضحكو حنا راه هذا والله العظيم الا انت كنت صغر في ولادي والناس ساكتين هنا والله العظيم الا انا ولادي كبر منه ولكن كان عوج الهضره ونخسرها ونهدا باش علاش باش نضحكو نخلقوا السعاده مع بعضياتنا ها خش انا تسنى وانا ندير لكم عندك هاد ها هاك هاد الحجاب
طويل وجلو قال لي دراسك ونعس والصباح من يتفيق شو باش بيبان لك باش بان قاعد لقبات امك وانت فايق اش بان لك لا ورانا نعسي ودرتي الحجاب تحت راسك خصك اللي يحويك واحد ناض مع الصباح بكري ويقول لامي قالت له نعم قال لي امي واش تطويس ولا جاز عندنا من قاع الدار قالت له وليدي واقيلا انت كتبان لي حماقتي انا باش عبد الطبس كان عندنا من قاع الدار يا قال لي انا ناس البارح بالليل كان سمع الوالد تيقول لك طلعي ما حد واقف واحد اخو زنزون ضحكي والله تضحكي يا بنيتي بالله ونساي كاع داك القراوي اللي واقع عليك بالله والحلقه عند عبد المجيد عقلي على عبد المجيد ابوني بارتاجي دير لاشين ديال عبد المجيد مراكش ابوني والله الا بصح والله تنساي كرك بالله اعوذ بالله كرك راه سيدي غنلقاها انا رجع له رجع يا ولد القحبه رجع له رجع له شو كي دارها علاش خالف رجع له علاش دابا النكته فيها غير الضحك واحد المراه قاعده في قاع الدار هي وبناتها جوج وكانت تسمع واحده بنت قالت لاختها قالت لها اختي انا بعدا ما كيقهرني ذاك الاول ديالو وهي تقول لها اختها وانا بعد اختي والله ما وصل النص ما كان ديها فيه وهي تقول لي امهم انا بعد بنيتي لما دخل كامل كاع ما كان ديها فيه الله يهديك امي بديها كهدوي على رمضان الله يهديك امي لا تهدر على رمضان الله لا قديمة ولكن كانت تحوى دروس تنهضر على لاشين والتراشين كاين فيها هادشي ها واحد اخر تاني زنزون ما كيهضر ما كيسمع كان موظف خرج لانتريت فراشر هو يجيب لك العيدارة فين كان خدام ولقى واحد البنت ديالي قاعده في القسم ديال الارشادات هو يدير لها من الزجاج ويدير فيها قالت لي قال لها قالت لي سنة رت الله عليك شويه ويدور فيها المدير قال لها مالكي قالت له سعدت المدير هذاك راه قال لها مالو قالت له سيدي دار لي هكا ودار لي هكا ودار لي هكا قال لي المدير لا راه هذا كان موظف عندنا في الاداره راه غيسولك واش الفلوس ديال شهر خمسة واش دخلوا سيدي دابا شحال مخود هاد القلاوي هذا انا شوف واحد المراه مسكينه دات معاها بنتها للحمام عرفتي دابا شيبانيه دات بنتها للحمام هي كتغسل وعرفتي البنيه صغيره دارتها طلعت على طبون جداها بان ليها طبون جداها ما قلتها جدا
Somjel tu pun kalau resgabian, gajah beri jemlas nasat ayak kat kata beriak, omlas dim aja. Baiklah kak tari dia dah ada cuk cuk. يا شوف دابا واحد الرجل عنده واحد المرا عنده واحد القر وعرفتي الرجل تما عندك المرا في كرها ما يحويها من اللور ما خلاك يدار معاها والو واحد النهار واش عندها نهار الجمعة قال لي اليوم صلينا الجمعة مشيت بيه تشري معكر لا تخوت باش ما تسمى له هيك كان ولا شي قلوة شي الله يسهل اللي تيقرا اللي تيبيع ويشري ماشي قوي مسالك كرك اجي من حبابي انا كنقول عليك فلاشين في جميع اي بيتي مرحبا بك الله يكبر بك انا هكا داير مع الجامع ما تنبغي حتى واحد يقعد هنا يساكن راه في الاخر ما بعد حتى قلوى ولا خذ القحبه الله ينعل طبون الله ينعل طبون امك اللي نداول القحبه ايوا جا عند المراه كيبغيها وكيبيع حويها من اللور والمراه ما تعطيه ويجي عندها نهار الجمعه قال لي ها اليوم صار لنا الجمعه وسمعت الفقيه يقول في الجمعه يا اللي حوال مراه من اللور بحالي الا قتل يهودي وشوفوا هذو القحباله حيلة داري قالت له المراه ويلي قال لها وحق الله خلاها حتى اللي ناعسين هو يقول لها فلانه قالت لي نعم قال لها كيفاش قتل شي يهودي قالت لي زيد مات اليهودي أنا قلت لي تاني العسو قال لها وأنا قلت لي يهودي قالت لي زيد أنا قلت لي تاني العسو قال لها وأنا قلت لي يهودي يا قالت لي بارك أنت متحرق قلت لك الريانة ولا يا بلادي